وقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية وموضوعها الفقه، كل من الشيخ سيد سابق محمد التهامي المصري الجنسية الأستاذ بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور يوسف عبدالله القرضاوي القطري الجنسية عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومدير مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر. وقد رشحت الأول منهما كل من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورشحت الثانية كل من جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الأزهر. وقد منح الشيخ سابق الجائزة لما له من جهود علمية رائدة في تيسير علم الفقه في كتابه فقه السنة، الذي توخى فيه تسهيل عرض هذا العلم مقرونا بالدليل. ويسرني أن أدعوه لتسلم الجائزة. Thank you.